It's six months left to file. إذا نأخذ 6 months certified هاي 1 2 3 4 5 6 هاي هون 360 درجة أو 2 باي radians. عندي هاي البيك اللي هي في ماكس. الانتجريشن راح أعمله لفترة قديش؟ كم درجة هاي؟ 60 هاي لأنها صارت 6 months من هون. إذا بدي أعمل انتجريشن لفترة 120 درجة 1 على 2 باي راح أضرب في 6 رح أعمل على فترة 60 وأضرب هون في 6 هذا طبعاً هون في average. هلأ عندي الفترة اللي رح أعمل عليها إذا هاي كلها 60 نصها قديش رح يكون؟ 30 إذا هي 30 قبل التسعين و30 بعد التسعين مظبوط؟ قديش 30 قبل التسعين؟ 60 وبعدها؟ 120 إذا هاي بالديجريز هي 120 من 60 ل 120 هذه رح تكون في ماكس ساين أوميجا تي دي أوميجا تي ال 60 إيش بتساوي بالراديانز؟ باي على 3 و 120 شو بتساوي؟ 2 باي على 3 مظبوط لانها ضعفه هلا نفس الشيء بنرجع هون بنعمل باي على 3 2 باي على 3 ناقص كوساين اوميجا تي وهون عندي في ماكس ب 3 على باي مش هيك 6 على 2 بتصير 3 الكوساين بالكودرات الثانية ايش اشارته؟ سالب مش هيك؟ إذا بصير عندي هلا هون 3 على 5 في ماكس ماينس ماينس بصير عندي كوساين باي على 3 اللي هي كوساين هي بتصير نص مش هيك؟ بصير عندي نص هون بصير 1 بصير 3 على 5 هاي أكبر من 1 ولا أصغر من 1 3 على 5 أصغر من 1 لأنه باي أكبر من 3 مظبوط؟ ناخذ نحسب المثال هون لو هاي كانت هون 310 لو كانت اصلا او هي هون عشان تكون 310 بدنا ننتبه لانه عندي بال 6 بلس ريكتيفاير بال 6 بلس ريكتيفاير بدخل عندي ار واس وتي مظبوط اللي بيطلع هون ايش بيكون كل فتره من الفترات هذه ايش بتمثل البيك اللي هون تذكر انه هذه ار ماينس تي اذا هذه هون لاين فولتج مش فيز فولتج وهذا هون فيز فولتج اذا هذه البيك اذا كانت الاصليه اللي هون هاي 310 البيك تبعها اذا كانت ار هاي هون 310 ايش العلاقه بين اللاين فولتج والفيز فولتج؟ جذر الثلاثه مظبوط متذكرين؟ جذر الثلاثه اذا هاي راح تكون عندي البيك هون تبعت هاد هي جذر ثلاثه في 310 قديش هذه بتطلع؟ مية وعشرة جذر ثلاثة 537 كل فاهم ليش هذه أكبر؟ فاهمين يا شباب واضحة ليش؟ الانبوت اللي بيدخل هو 3 فيزز 3 فيز فولتجز الاوتبوت اللي بيطلع هون شو بكون؟ ما بكون ار مرة ار ومرة اس ومرة تي شو بكون؟ مرة ار ماينس تي مرة ار ماينس اس اذا دائما هون اللي بيطلع البيك اللي بيطلع هون عندي هو اللاين فولتج مش الفيز فولتج شو العلاقة بين اللاين فولتج والفيز فولتج؟ بالماجنتيود جذر الثلاثة مش هيك؟ إذا هاي بتصير 537 مش 310 زي ما كانت للفيز فولتج لأن هاي البيك تبعت اللاين فولتج هي تقريبا 1.7 إذا هون عندي لما باجي بحسب الآن هاي هون رح تكون في ماكس لللاين فولتج لكن الفي ماكس لللاين فولتج بيساوي جذر الثلاثة في ماكس للفيز فولتج ثلاثة على جذر الثلاثة فهاي كانت هون عندي 310 هلا ضربتها بجذر الثلاثة عشان احولها للاين وهاي ثلاثة وهاي هاي قديش هذه بتصير؟ 322 قديش؟ 322 لا انت ضارب بثلاثة جذر الثلاثة على باي في 300 لا مش معقول بدك تضرب 310 في جذر الثلاثة في ثلاثة على باي بيطلع 512.7 لاحظوا هاي القيمة أقل من البيك، قديش البيك هون؟ 537 القيمة اللي طلعت معنا الأفرج 512 المفروض هاي تكون أعلى من مين كمان؟ المفروض تكون أعلى من النقطة هاي نقطة التقاطع، هاي نقطة التقاطع شو راح تكون؟ راح تكون هاي
كوساين الثلاثين اللي هي جذر الثلاثة على اثنين. اضرب جذر الثلاثة على اثنين في 537. أربعمية وستين خمسة وستين فولت. لكن الأفرج قديش احنا طلع معنا؟ 512 اللي هو بين القيمتين، مظبوط؟ 512 اجت بين ال 537 و 465، لكنها كمان مش الأفرج للقيمتين. هي اللي حسب الحساب اللي احنا حسبناه، طلع معي الأفرج لهي. هلا المرة بيسأل السؤال مرة ثانية لو